استاذ عباس. استاذ عباس مرحبا. لك ايه؟ ايه؟ لك شو استاذ؟ استاذ عباس. لك يا عمي. لك يا عمي شو صاير عليك؟ شو صاير عليك؟ انا بشفتك اتخذت فيك لانه انا من اشد معجبينك. الله يخليك يا عمي، سلامة قلبك، سلامة قلبك. بحبك كثير استاذ عباس. الله يخليك، بس انه صار لك شيء؟ لا ماشي، بس حاس انه اجري انكسرت. طب خليني اخذك على المستشفى، خليني اخذك على المستشفى. لا خلص بلا مستشفى ما بقى اصير. لك طب بس فيني اخذ صورة معك استاذ عباس؟ شو بدك تاخذ؟ صورة سيلفي؟ سيلفي كمان؟ ما معروف انا كثير بحبك. طب كيف بدك تاخذ سيلفي انت ملقوح؟ قوم وقف لاخذك. بس معلش اذا ما في تقلي بتنلاقي حد من شان السيلفي؟ اذا بتريد. طيب لا خلصني منك. طيب ماشي هلمل هلمل لانه هذا بروفيل ما حلو غلط كمان؟ يا كيف معلش والطلب انت كمان هلا لقح لقح استاذ عباس سيلفي ها؟ ايه هيك مبين كانه لك يا خي انا بالي باجرك هلا بالي بالسيلفي. اضحك اضحك. لك شو اضحك انت كمان؟ رح يجنني هذا اليوم. هون بالكاميرا. منيحة؟ ايه منيحة. إذا ما زبطت خد غيرها. لا خلص ميرسي استاذ عباس. طيب يلا ماشي الحال. بس تبقى انتبه. لك شو انتبه انت؟ الله يسامحك رحت ورجعت. خليني اخذك على المستشفى. بدي مستشفى. ايه بدك؟ فينا نتصور انا وياك بالمستشفى. لا خلصني بقى. وظفك؟